لكن اللي بيعدوك هتلاقي عندهم مشاكل اقتصاديه. وطول الوقت انا بقول ايه، المقارنه واجب. يعني في ارقام مثلا في تركيا، ما تيجي تبص على سعر الليره التركيه مقابل الدولار الامريكي، ولما تيجي تبص على يعني النهارده اغسطس 2018، اغسطس من اغسطس 2000 في الاول خالص اهو، عندك بقت 5.6 الليره التركيه، يعني الدولار بيقابله 5.6 فنزل هنا الليره. هتعرف الحكايه دي لما تشوف مثلا اللي حصل للليره التركيه خلال 32 يوم. 32 يوم ليه؟ اشمعنى 32 يوم؟ لانه في ال 32 يوم دول تم سيطره، او زي ما انتم شايفين كده، سهر اردوغان على الاقتصاد. فهتلاقي في مشكله اساسيه، يعني انه تولي سهر الرئيس التركي للسيطره او سيطر على الاقتصاد. في 9 يوليو 2018 دي كان اللي هو تولى وزاره الخزانه والماليه. كان الدولار 4.32 ليرة. بعد 32 يوم من توليه وصل الدولار 7 ليرات. يعني الليرة تراجعت على ايديه الميمونة حوالي 48%. تيجي تبص مثلا مقارنة بين 2009 و2019، يعني خلال 10 سنين. الدولار كان بيساوي 1.5 ليرة. 2019 زي ما قلت لحضراتكم الدولار بيساوي 5.39 ليرة. دي ارقام اهي، اللي هو انت بتكسل تشوف الارقام دي عندك عاملة ازاي. هنا ده اقتصاد كان بيقول لك اقتصاد قوي وبيقدمه لك نموذج والناس شغالة. لو جيت مثلا تقارن بين الاردوغان اللي هو بيقدم كنموذج والاقتصاد بتاعه، مقارنة مش حتى بدولة تانية، لا، مقارنة ببولنت أجاويد الرئيس التركي السابق، هتلاقي مثلا ايه. يعني أجاويد في 2002 الدولار كان 1.67 ليرة، عند أردوغان قلنا 5.26. اليورو 1.66 ليرة، اليورو الوقت 6.10 يورو. الذهب 29 ليرة، الذهب النهاردة 329 ليرة. الدين الخارجي كان عند أجاويد 130 مليار دولار، الدين الخارجي عند أردوغان 450 مليار دولار. البنزين كان 1.64 ليرة، البنزين هناك الوقت 5.80 ليرة. يعني انت بتتكلم البنزين هناك يساوي دولار وشوية، يعني دولار وكسر. انت بتتكلم هنا البنزين بتاعك ما يعملش نص دولار حتى الآن. اللحوم عندك مثلا 8.29 ليرة عند أجاويد، عند أردوغان 50 ليرة. طيب هتلاقي مثلا صافي الديون التركية ما بين 2017-2018، ديون الخارجية 457 مليار دولار، صافي الدين الخارجي 304 مليار دولار، صافي الدين العام 305.9 مليار دولار، والدين الحكومي 990 مليار ليرة. ده الديون الخارجية دولار، والديون الداخلية بالليرة. ديون الحكومة تمثل 29.2% من الدخل القومي. لما تيجي تبص مثلا للدين الخارجي لتركيا في من 2010، هتلاقيه تصاعد. كان في 2010 291.809 مليار دولار، انها في 2018 كان 466.7 مليار دولار. طيب حصل نوع من الانهيار في الثروات التركية. ليه؟ انه تركيا فعليا بتحتل المرتبة الثانية عالميا في تراجع مؤشر الثروة. ده رقم. تراجعت الاصول في 2019 الى 23%. فاجمالي التراجع من 215 تريليون دولار، لا اللي بعدها يا شباب، اللي بعدها اللي هو انهيار الثروات التركية،
اجمالي التراجع من 215 تريليون دولار الى 204 تريليون دولار. الواقع بيقول من الارقام دي ان تركيا على وشك الافلاس تقريبا. ليه؟ لانك هتلاقي 3.5 عجز الموازنه في مارس الماضي، كان 3.5. في 3000 شركه تقدمت بطلب للحمايه من الافلاس، 70% من شركات المقاولات اوقفت مشروعاتها. الاسباب في ال 3000 شركه تتقدم بطلب للحمايه من الافلاس انه فقدان الليره التركيه 40% من قيمتها، وتاخر مستحقات الشركات لدى الحكومه التركيه، والنقص الحاد في التدفق النقدي. تيجي تتكلم على التضخم في عهد اردوغان، او هتيجي من 2006 كان 9.65%، 2018 بقى 17.90%. كل ده كان طبيعي انه يؤدي الى هبوط الثقة الدولية في مصارف تركيا بعد تدهور الاقتصاد. فانت عندك 40% هبوط في قيمة الليرة التركية بداية من 2018، و18% نسبة التضخم الاعلى منذ 15 سنة. وكالة فيتش خفضت تصنيف 4 مصارف، وكالة موديس خفضت تصنيف 20 مؤسسة مالية. هتلاقي انه هنا لما تبص توقعات البنك المركزي التركي لنهاية هذا العام 2019، التضخم هيرتفع يبقى 16.23%، معدل النمو هينخفض ل 6.10%، سعر العملة سيرتفع، الليرة هتوصل 26%. فهنا ايه؟ ليه بقول ده؟ يعني انت ممكن تقول لي يا اخي خليك في الاقتصاد بتاعنا. اولا في مؤشرات كثيرة جدا بتقول ان انت بتتحسن، لان الثمن اللي انت دفعته عشان الاقتصاد يتحسن كان ثمن كبير، واعتقد انه هذا الثمن ما راحش هدر. لا، ده السبب الاولاني انه احنا الاقتصاد بتاعنا ماشي. السبب الثاني اللي احنا بنعمل المقارنة على اساسه، اللي هو بقول لك انه الناس اللي بتقدم لك نموذج وبتلح عليك وبتضرب في اقتصادك وتشيع حواليه الشائعات، ده وضعها الاقتصادي. اقول لكم اكتر من كده، يعني اردوغان مثلا لما عمل اجتماع وكان معاه محافظ البنك المركزي اللي اقاله يمكن خلال 48 ساعه اللي فاتوا، الراجل بيتعامل بمنطق ايه؟ انه انا اللي بفهم في كل حاجه، يعني انا اللي بفهم في كل حاجه ومحدش يفكر. فالراجل قدامنا اهو امبارح رجب طيب اردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي. ليه؟ الراجل قاعد مع اردوغان في الاجتماع اتناقشوا فهذا الوضع الاقتصادي المتردي، فالراجل بيتكلم بيقترح، قال له لا ما حدش اقترح، اللي انا اقوله انتوا تنفذوا، انا لا اريد مستشارين ولا اريد خبراء، انا الخبير الاوحد، انا الفاهم الاوحد، وما عليكم الا ان انتوا تنفذوا اللي انا بقوله فقط. ولذلك ده الوضع. لما تيجي تبص لبلدك بقى تبص بالنضارتين دول، تبص بنضارة الواقع لما يحدث في مصر، وتبص بنضارة تانية تقارن بين النموذج اللي قاعدين يلحوا علينا بيه وقاعدين وهو كمان يناصب مصر العداء. اللي احنا عملناه كويس، انا لن اخدعكم ولن اغشكم، لسبب انه ما عادش حد بيضحك عليه، يعني ما عادش حد بيضحك عليه ولا حد بيتلعب بدماغه. انت بتسمعني وبتسمع غيري وبتقرا بنفسك وبتشوف وشايف الاوضاع على الارض شكلها عامل ازاي، وانا زي ما قلت لحضراتكم لا هغشكم ولا هخدعكم ولا هقول لكم حاجه مش حاصله، ولا لدى الناس رغبه في تضليل، لانه لو احنا عملنا تضليل فاحنا بنضلل اهلنا وناسنا يعني. وعايز اقول كمان انه اذا فعلت الحكومه ما يستحق الاشاده نشيد، اذا فعلت ما يستحق ان نلوم هنلوم وهنعاتب ونغضب وننتقد بشكل واضح جدا، واذا كان هناك اي شيء لا يعجب الناس احنا بنعبر عنه. بس هو الفرق ان احنا بنعبر عن ده، عايز استخدم ايه، اقول بادب، ان احنا بننتقد من جوه البلد، بنقول على اللي احنا شايفينه غلط من جوه البلد. ما عندكش هدف انك لا تهدم
ولا تقول انه ما فيش هنا شرعيه لهذا مش عارف ايه، ولا انه الناس دي لا، انت بتتكلم لان احنا بالفعل تجاوزنا مرحله خصومك لسه عندها، لسه واقفين عندها. يعني كل من يريد تكسير مصر يقف عند لحظه 30 يونيو 2013، مش عايزين يجوا. يعني احنا عبرنا 30 يونيو 2013 وجينا الحمد لله واشتغلنا والناس استحملت وطلع عينها واسعار زادت ومستوى معيشه، يعني الناس يعني طفعت الكوته زي ما بيقولوا. ليه؟ بس احنا عبرنا كل هذه السنوات، لما عبرنا هذه السنوات ما ينفعش انه حد يشككك فيه.